النهارده بنعلن عن افتتاح وتشغيل المرحله الثانيه من المشروع الخاص بممشى اهل مصر. المشروع ده بيمتد شمالا حتى كوبري الساحل وجنوبا حتى قصر النيل، كوبري قصر النيل. والحقيقه الحدث اليوم هو تكليل لنجاح الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، الدوله والقطاع الخاص، وهو ده الدور اللي بتسعى فيه الدوله حديثا، هو اشراك القطاع الخاص في تنفيذ واداره المشروعات القوميه. بتجلبي علامات تجاريه واستثمار خارجي للدوله، استثمار من الناحيه التجاريه يعني، وعلامات تجاريه ما كانتش موجوده في مصر احنا بنستهدفها وتيجي تفتح في مصر، فالسوق المصري بيكتسب ثقه الخارج اساسا لما العلامات دي بتدخل ويبقى فيها اماكن حضاريه تقدر انها تفتح فيها وتحقق دراسه الجدوى اللي هي بتبقى نازله بيها وتفوقها، والحمد لله ده حصل فعلا على ممشى اهل مصر. الدوله بتقوم بدورها كضلع ان هي بتطور، والحكومه بتقوم بدورها قضلع ان هي بتجو ثرو الاستثمارات، ولازم الشركات الخاصه هي اللي تجو ثرو ان هي تدور وان هي تدير وان هي توفر فعلا الخبره اللي يستحقها الوطن المواطن ويستحقها السائح اللي جاي مصر. شراكه القطاع العام مع القطاع الخاص بالتوجيهات الرئاسيه دي بينمو عنها ان القطاع العام يملك كنوز كدوله، والقطاع الخاص فيه كفاءات عالية جدا كشركات خاصة يعني. لما بيتحدوا مع بعض بمعدلات معينة بيحطها الجهات المعنية بتمشي في الإطار السليم، في النهاية بتحقق عوائد للدولة كويسة، في النهاية بتحقق عوائد للمواطنين كويسة، اللي كل الأطراف بيبقوا مبسوطين، حتى الشركات الخاصة بتبقى مبسوطة والدولة نفسها بتبقى مبسوطة.